البداية من سوريا وتحديدا من دار الأسد للثقافة والفنون الذي أقيم فيها بمناسبة يوم وزارة الثقافة المهرجان، وبالتعاون أيضا مع المؤسسة العامة للسينما التظاهرة السينمائية أحدث إنتاجات السينما العالمية بجزء الثالث. تفاصيل أوفار رصدتها أكيد زميلتنا سالي شار. نحن عم نحاول نقدم نوع من المشاريع الموسيقية اللي بتخدم تطورات الفرقة. ثانيا هذا العمل مكتوب خصيص لأوركسترا ماري، بعدين هو عمل ما له شبيه حتى على الصعيد العالمي. ثلاثة، هذا المزاج اللي بيخلينا ننوع في المقطوعات الموسيقية، نتنقل بين الأمزجة، نتنقل بين البلدان، ونقدر نقدم لون وليفل موسيقي أيضا من خلال أوركسترا ماري. هذا بيثبت أنه نحن بسوريا الثقافة عنا هي رسالة لكل العالم يلي عم تقول سوريا وسوريا وسوريا مجموعة. نحن طبعا في عنا حرب ولا مننكر، ولكن في عنا ثقافة، ونحن نورد الثقافة كل العالم، وسوريا تعلم الثقافة وتعلم. نحن أول نوتة موسيقية من عنا وأول حرف أبجدي من عنا. المقطوعات اللي قدمناها هي من كل البلد مستوحات، يعني نحن مثلا عزفنا شيء مثلا له علاقة بالقهوة البرازيلية، فهي بتعبر عن طبيعة هذا الشعب وهي البلد، فكانت الموسيقى مترابطة معه.